بقى بالتوافق. وأنا شايف النهاردة في هذا الجمع الموجود إن في توافق قبطي لبناء المستقبل. النهاردة الواقع مختلف عن الأماني والأماني. النهاردة مصر كلها في أزمة، مصر كلها في أزمة كلنا بنعاني منها، البطالة، الاقتصاد، ولكن يزيد على هذا أزمات الأطباء ومشاكلهم، عدم وجود قانون عبادة، مشكلة في بناء الكنائس، عدم وجود قانون للأحوال الشخصية، والآن نواجه قانون الانتخابات القادمة. يوجد معركة الآن مجلس الشعب، الآن ده بقول الآن بدأت أمس وأول أمس. نحن نحاول ورغم المشاكل الكثيرة أن نقترح على مجلس الشورى أن يعتمد قائمة كاملة، أن تكون على غرار القوائم القومية في البلاد الأخرى المعمول بيها، لنضمن حد أدنى لتمثيل الأطباق، وهو حوالي من 25 إلى 50 مقعد. وجدنا صعوبات مريرة في تمرير كرسي المرأة أن تكون على القوائم. رفض المشروع أن تكون في الثلث الأول، بالذات أن معظم القوائم أربع قوائم من أربعة. يعني لو حصل أن القانون جه للجزء الثلث الأولاني يكون للمرأة أو للقبطي، فلن يكون مقاعد لبقية الشعب المصري. فيوجد مشكلة حقيقية أولا في توزيع الدوائر، لأن توزيع الدوائر غير عادلة للمجتمع المصري، لا تمثل الشعب المصري، ولكن يعمل لها ألف حساب وحساب، لأن القوة الترجيحية يمكن أن تساعد في صعود شخص على حساب شخص آخر. الأقباط الآن بصدد فتح قنوات اتصال مع كافة الأحزاب، كافة الأحزاب، لأنه من غير المعقول أن يتمسك الأقباط بحزب تحت دعوة أن هذا الحزب ليبرالي، ويأتي هذا الحزب أن يضع الأقباط في ذيل القائمة، ويأتي حزب آخر يدعي البعض أنه غير ليبرالي يضع الأقباط في قمة القائمة. العبرة بمن يحترم الأقباط ويعطيهم مساحة في قمة القائمة، ويسمح بتمثيل للأقباط تمثيل عادل لا يقل عن 50 مقعد داخل المجلس. وبالتالي فالأقباط لهم عقول منفتحة ورؤية أكثر انفتاحا للتعامل مع كافة الأحزاب دون قيد أو شرط. أعتقد أن مصر بعد الثورة تغيرت، وحان الوقت لأن ينتزع الأقباط حقوقه، لأن الحقوق تنتزع. حان الأقباط الوقت لكي يتحرك الأقباط بشكل جماعي بعيدا عن حالة التشرذم أو الانقسام. حان للأقباط أن يكونوا كتلة واحدة لهم رؤية واحدة وقوة واحدة.